بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوع النهاردة أخي في الله بيتكلم عن اقتطاع 20% من الرواتب لصالح العمالة غير منتظمة. طبعا أحبائي في الله الخبر التي انتشر بطريقة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سوف يتم خصم من 5% إلى 20% من رواتب الموظفين بالحكومة دعما للعمالة الغير منتظمة. طيب هنا أحبائي في الله الحكومة قررت أنها هي ترد في المؤتمر اللي هو تم إنشاؤه اليوم من سيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وفي كمان بعض الإجراءات تاني اللي هي جلتها الحكومة حنتم التعرف عليها حاليا، والإجراء الوحيد اللي هو تم تغييره في الحظر وحيبقى لغاية إمتى. طيب أحبائي في الله قبل ما نشوف التفاصيل دي كلها، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. طيب تعالوا نتعرف أحبائي في الله على التفاصيل. توضيح مهم من الحكومة للموظفين بشأن اقتطاع 20% من الرواتب لصالح العمالة غير المنتظمة، وردا على أسئلة بعض الموظفين، أوضحت الحكومة أن اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لمدة 3 أشهر لدعم العمالة الغير منتظمة لا ينطبق على موظفي الحكومة، ومن يريد التبرع فهذا أمر يخصه. طيب يبقى كده أحبائي في الله الأمر ما يخصش موظفين الحكومة، ولكن يخص اللي هو الوزراء ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب، أو كما حنشوف الفيديو دلوقتي وحنشوف باقي التفاصيل. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن خلال مؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء أنه استجابة من أعضاء المجلس لمبادرة الرئيس بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مصر بعد إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنه تقرر اقتطاع 20% من رواتب أعضاء مجلس الشعب دعما للمبادرة ولصندوق تحيا مصر لمدة 3 أشهر. جاء ذلك للوقف على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، وقال مدبولي أن الحكومة اتخذت كافة الاحتياطات الموجهة لفيروس كورونا. طيب يبقى كده أحبائي في الله القطع أو الاستقطاع هيتم من رواتب أعضاء مجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزراء. طيب تعالوا أحبائي في الله كمان نشوف إيه في الخبر. وأضاف نراهن على وعي الشعب المصري في الالتزام بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، وتابع لولا كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر لم تكن الدولة المصرية قادرة على تحمل تبعات كورونا، وأكد على الاستمرار في كل الإجراءات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة من حظر حركة المواطنين وتستمر حتى 23 أبريل. يبقى كده الحظر أحبائي في الله حيتم أو حيستمر لغاية 23 أبريل المقبل إن شاء الله، إضافة إلى تعليق الطيران الدولي وغلق المدارس والجامعات وغلق المطاعم والكافيهات. يأتي ذلك بالالتزام مع تغيير واحد، وهو تبديل وقت حظر التجول ليبدأ من الساعة 8 مساء بدلا من الساعة 7 مساء. يعني كده التغيير الوحيد اللي حصل أحبائي في الله هو فتح الحظر من الساعة 8 بدلا من الساعة 7 مساء. طيب كده أحبائي في الله احنا عرفنا ما جاء باختصار في مؤتمر السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعرفنا ايه حكاية الاقتطاع او الاستقطاع او الخصم 20% من رواتب الموظفين. حمان الله واياكم احبائي من الله في الله من كل سوء. شكرا لحسن استماعكم، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لاول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، وما تنساش كمان تدعمنا بلايك
عشان اللايك بيفرق معنا كثير ويدعمنا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.